الحشوه بقى بتاع الفراخ اللي انا هعملها، نركز فيها مع بعض. اللي عايز نجرسكو يستمتع بطعم احلى منها يتفرج على الخطوات اللي انا هعملها هنا. اول حاجه بجيب عندي طاسه على النار عشان هنبدا نشتغل فيها. بجيب عندي صدر فرخه، طبعا انا جايب اربع صدور بس طبعا خدت منهم شويه وعملناهم قبل الهوا طبعا عشان يلحقوا يتسلقوا معايا ويطلعوا. فاول حاجه هعملها خالص بقوم جايب حبتين فصين ورق، فصين حبهان وشويه ورق لوري، ورقتين كده او ثلاثه مع بصلايه، وابدا احطهم عندي في الميه السخنه. والميه دي قدامك اهي عم حمدي، بس هسلق دي الاول وبعد كده اخش لك في المقادير. حاضر، دي المقادير قدام حضرتك. بجيب عندي، طيب نقول المقادير الاول، بجيب شويه زيت، بجيب عندي زيت اربع صدور الفراخ، وابدا ان انا ابهرهم بايه بقى؟ توم باودر، بصل باودر، بابريكا، شويه بهارات، ملح وفلفل، زعتر وروزماري. حلو الكلام، نركن دول على جنب. بعد كده ببدا ان انا او شويه زعتر بس بلاش روزماري، روزماري هنحطه فين؟ في الحشو. الحشو بقى جزر، كوسه، فلفل الوان، وبصلايه، وشويه ملح وفلفل وشويه روزماري. الصوص بقى عباره عن ايه؟ عندي زبده، وبعد كده معلقتين دقيق، هجيبهم الدقيق اهو، معلقتين دقيق. بعد كده عندي بصلايه، مشروم، جبنه كريمي تحفه هنجربها، كريمة طهي، ولو مفيش كريمة طهي هنستخدم لبن مفيش مشكله. وعندي الفراخ اللي انا هبدا ان انا اطلعها. هنركب مع بعض التكنيك ونشوف هنبقى عامل ازاي. فاول حاجه خالص ببدا ان انا في ميه سخنه احط عندي البصلايه، وبعد كده عندي في الميه السخنه احط عندي الميه السخنه اهي، تمام. دي المقادير قدامك اهي، وعم حمدي متوصي بيكم على الاخر عشان ايه الناس الافاضل، في ناس كبار ساعات بيتفرجوا علينا فبيبقى موضوع المقادير بيبقى صعب عليهم، فصوري بالموبايل. تعالوا بقى نحط عندي الحبهان وورق اللوري والبصل، حطيناهم فين؟ في ميه سخنه. بجيب عندي الفراخ اللي انا لفيتها ديت وابدا ان انا اسقطها. اقول لك ازاي نطلعها بشكل اسطوري. تعالوا نعمل الحشوة. عندي أول حاجة الطاسة عندي على النار. يا أستاذ رندا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك؟ أهلا بيك يا فندم، أهلا بيك، اتفضلي. أنا بصت حضرتك على أول حاجات الحلوة اللي أنت بتعملها لنا دي كلها. ربنا يخليك من ذوقك. الله يخليك، ربنا يسلم إيدك يا رب. الله يخليك يا ست الكل، اتفضلي ليكي سؤال. أنا عايزة أعرف بس عجينة البيتزا. عجينة البيتزا من عينيا. ربنا يخليك. حاضر تأمريني. شكرا ليك يا أستاذة رندا، شكرا ليك. هقولها لك دلوقتي واحنا شغالين. بصل بقطعه شرايح رفيعة جدا، وأبدأ إن أنا إيه أشوحه. بعد كده أولويات سوا، جزر هبدأ إن أنا أقطعه، جوليان. يا أستاذة سارة. أيوه أيوه يا فندم، صباح الفل. زي حضرتك عامل إيه؟ الحمد لله ست الكل والله بخير. معلش بسأل حضرتك، بس أنت كنت من كام يوم عملت أكلة اسمها العرايس السوري. العرايس، اتفضلي. معلش ممكن تعيدها لنا تاني بس المقادير بتاعتها؟ طبعا طبعا من عينيا. عينيا الاثنين. حاضر. معلش. ماشي يا فندم من عينيا. ما دقيت الزعتر. الإيه؟ ما أنا إيه الزعتر أقول لك عليه. حاضر. حاضر. من عينيا الاثنين. حاضر يا ست الكل. في رعاية الله، مع السلامة. روان والنبي فكريني بالأسئلة يا روان، ربنا يكرمك. ربنا يخليك. هاخد عندي الجزر، بص بقطعه ايه شرايح كده. بعد كده نبدا ناخده جوليان، نحطه على البصل، التقطيع مهم يعني، خلي بالك برضو. هو احنا يعني انت ممكن تعملي حاجه في البيت، يعني ممكن تقطعي شرايح عاديه جدا من غير ما تقطعي رفيع، لكن خلي بالك التقطيع ده بيفرق كتير في الطعم. تخيلي بقى يعني انت لو قطعتي الكيوبس غير تقطعي الجوليان غير ما تقطعي. التقطيعات ديت مهمه قوي يا جماعه في طعم الاكل نفسه، فتخلي بالك يعني كل اكله وليها طريقه تقطيع فيها، فانت حاولي تقطعي الحاجات دي رفيع جدا. اولويات السمنه مهمه جدا، الجزر بعد البصل على طول،
ببدا ان انا اشوحه، مش هياخد وقت لان انا مقطعه رفيع جدا. فتخلي بالك هبدا اخد عندي اللي هياخد اوليه سوا الفلفل الالوان، اخد قطعه كده وقطعه من الاحمر والاصفر، وابدا ان انا اقطعه شرايح رفيعه جدا. يا استاذه ضحى. استاذه ضحى. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه السلام عليكم. ايوه استاذه ضحى، ازي حضرتك؟ الحمد لله كويسه. اهلا بيك. ازي حضرتك يا شيف، عامل ايه؟ كله زي الفل، في نعمه والله الحمد لله. اتفضلي. ممكن اسال حضرتك عن طريقه الكريب؟ الكريب من عينيا. حاضر، اقوله لك واحنا شغالين. تحت امرك يا استاذه ضحى. كل الاسئله دي ان شاء الله نقدر نجاوب عليها دلوقتي واحنا شغالين. هجيب الكوسه وابدا برضو اقطعها. مدام ناديه. صباح الخير يا برنس. صباح الفل يا حاجه ناديه. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله يا ست الكل. انا سعيده قوي اللي بكلمك والله. والله الحمد. السعاده لي انا. عامل ايه؟ ربنا يخليك إيه؟ يا امي تسلمي. انت مدرسه واحنا التلاميذ بتاعنا. ليه انا ست مش للدرجات دي؟ والله العظيم يا محمد امبارح بعد ما شطبت الحلقه كان الحاجات الجميله اللي انت عاملها دي. ربنا يخليك يعني يا رب. ما شاء الله عليك. ربنا يخليك يا رب من ذوقك. تسلم يا حاجه. بقول لك ايه، ما تزعلش امبارح من اخواننا حبايبنا. والله ابدا ازعل منهم ايه بس. هما الاثنين كانوا ذوق جدا صراحه. طبعا طبعا. هما فهموك غلط، هما يعني ده على دماغي. لا يمكن تقول حاجه وحشه على حد يا محمد. لا طبعا لا طبعا. انت انسان متربي وخلوق. لا طبعا ربنا يخليك يا حاجه ناديه يا محترمه. ربنا يخليكي ليا يا رب. قطعت السكه اتقفلت. طب معلش يا حاجه ناديه اتصلي بينا تاني. تسلمي يا ست الكل على مشاعرك الجميله. عندي بقى شويه فلفل ملح وفلفل، شويه زعتر صغيرين، وشويه روزماري. تمام التمام كده. احنا كده الحشوه، انا ضفت شويه مشروم كده عليها وبدات ان انا اقطع الخلطه ديت كلها مع بعضها. حلو. ده اللي انا هبدا احشي بيها. طبعا انا عامل كميه عشان كنت عامل اربع صدور. فانا برضو بوريك كميه عشان تبقى الموضوع باين قدامك حضرتك. طيب بعد كده باخد عندي الحشوه دي بتدبل، احط عندي الطاسه ديت عشان ابدا اشوح عندي الحاجه، واجيب عندي طبق بسكوت. ايه ريحته حكايه، ده ينسون بقى وبهاراته وحكايات جواه. كيس. السلام عليكم. الو الو الو. يا محمد سياده العميد، ازي حضرتك؟ ازيك يا سيدي. انا بص انا منتظر من يوميه. اهلا بحضرتك والله، معلش اسفك العطل من عندنا احنا. اه والله من يوميه وانا قاعد منتظر اهو. ربنا يخليك يا سياده العميد، كل سنه وانت طيب. بمناسبه إيه؟ حرب اكتوبر وجايه متاخره معلش. الحمد لله. وانت اخبارك ايه؟ ربنا يخليك والله في نعمه الحمد لله. ربنا يخليك. بسلم على مدام ناهد في الفيوم وابنها اسامه، وبقول له شد حيلك في المدرسه. اهلا بيك، وهم كمان بيسلموا عليك. شكرا ليك يا سياده العميد. ربنا يخليك وربنا يخليك وحياتك الجميله دي. الله يخليك يا استاذ محمد والله العظيم، وانا مبسوط ان انا بسمع صوتك. ربنا يخليك ويعزك يا رب. الله يكرمك. مع السلامه. مفيش اي سؤال بقى؟ انا عارف انت راجل، انا عارف انت راجل طباخ قد الدنيا. مش قوي يعني، حاجه على قدنا كده يا محمد. طب عامل لنا اكل ايه النهارده؟ النهارده عامل ممبار. يا عيني، عشان بقول لك، عشان بقول لك. طب افتح الباب؟ اجي لك بقى. افتح الباب؟ الباب مفتوح اهو. يا باشا يعني اعتبرنا جينا والله. ربنا يخليك يا سياده العميد، وانا عارف ان انت ما شاء الله ذوقك حلو قوي في الاكل، بتابعك انا. شكرا يا سياده العميد. لا في ناس كبيره كده بتحب ايه موضوع الاكل ده، بتطلع الاكل مزاج. نار هاديه من دبنوم سياده العميد، انا ببعت له تحيه من هنا. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه بقى. ادي عندي الفراخ بعد ما فتحتها ساندوتش، بدات ان انا ادي لها البهار بتاعها. توم باودر، بصل باودر، بابريكا، وشويه بهار، وشويه فلفل اسمر، وشويه ملح. حلو الكلام. مساج بقى كده ونظبطها، ونروح على الجزء التاني برضه نفس الكلام. بهار، بابريكا، توم باودر، وبصل باودر، وشوية فلفل أسمر يا مدام نيفين، وشوية ملح. ألو
ايوه يا مدام نيفين. ازيك يا استاذ محمد، عامل ايه؟ ازي حضرتك يا ست الكل، اهلا بيكي. اخبارك ايه حبيبي؟ كله في نعمه الله يخليكي. والله يا محمد طالبه منك طلب يا محمد. اتفضلي اتفضلي يا فندم. تعيش اخويا، انا متجوزه بنتي وعليا مبلغ كده ومش عارفه ادفعه. تمام. ايه راي حضرتك؟ تمام يا ابني، وانا متكل على الله وعليك بعد ربنا. على الله كله، سيبني رقمك في الكنترول. طيب سيبي رقمك في الكنترول وربنا يعمل فيه الخير ان شاء الله. شكرا لحضرتك جدا يا ست الكل. تعالوا بقى نشوف ايه عندي الموضوع كده اهو. الحشو نقوم واخدينها لفين. ولاد الحلال كتير وفي ناس بتحب تساعد كتير، واحنا فاتحين الباب هنا لاي حد. ناخد دي نحطها هنا في السيلفر. لو عايزه تعمليها بخله مفيش مشكله، تشوحيها من غير ما تسلقيها، يعني عندك حلين اتنين. لكن انا بحب دي افضل، يعني السلق بيبقى حلو. السلق للصدور حلو مش وحش، يعني بيديني طعم حلو قوي. نلف ونضغط يا باشا لحد ما تبقى شكل ايه؟ اسطواني زي اللي انت شايفاه كده بالظبط. نبدا ناخدها ونروح فين؟ عندي على الميه السخنه اللي احنا حطينا فيها الفراخ. ادي الفراخ هي بالظبط، تاخد خمس دقايق كمان هطلعها وابدا اللي انا اعمل لها الصوص. ايه حكايه الصوص ده بقى؟ اخبار الفرن ايه؟ اوبا بقى. ده ايه؟ ملفيه مش شغل عالي. طيب الكبه ما شاء الله، انا عايزك تبص على الكبه عامله ازاي. ما لمتش، عجينه مفروده معايا كله زي الفل اهيت. تمام التمام، نقفل عليها ونسيبها تكمل تسويتها. تعالوا نشوف عندي الصوص. طب علق على الصوص ده دقيقه. على طول بضايقك انا عارف. ماشي حبيبي. تعالوا ايه نعلق على الصوص اللي انا هبدا اعمله لايه للفراخ. الفراخ دي هتطلع هنبدا نحطها فين؟ جوه صوص. شويه زيت هبدا احط عندي البصل. ادي البصل المفروم. وهو بيتعمل كده البصل، بص اديله شويه فلفل مجروشين كده، فلفل اسمر حمصيه، وتجيب المبط كده بتاع الفراخ وابداي جرشيه، حط شويه كده صغيرين منه. الصوص ده بيحب ايه؟ قطعتين زبده. بعد ما البصل ايه كده حطيتها والفلفل، تديله ايه؟ تدحرجيله ايه؟ قطعتين زبده كده. تمام. المشروم هجيبه وابدا ان انا اقطعه شرايح. عندك المشروم لو بيتهري منك، لو بيتهري منك بص تعملي كده وكده وخلاص. على فكره طعمه بيبقى حلو قوي وبيبان اكتر. او تقطعيه شرايح زي كده اللي هو الايه؟ التقطيع اللي كلنا عارفينه. في ناس بقت يعني الموضوع موجود عندنا في مصر المشروم دلوقتي ما شاء الله، ودي حاجه كويسه جدا، نوع من انواع الفطريات المفيده جدا والمغذيه جدا. تعالوا نقطع بعد البصل والفلفل الاسمر والزبده عندي بعد ما تتحمص. لا مديها ريحه حلوه قوي. ادي الريحه بتاعتنا اهي. تمام. ابدا ان انا اقلبها وبعد كده ابدا انزل عندي بالمشروم. وما استعجلش بقى، سيب الحاجه دي كلها تتحمص عندي على النار. وبعد كده ندي الدقيق وندي الشوربه اللي انا سالق فيها الفراخ والكريمه والجبنه، لكن بعد الفاصل. الزبده حطيناها مع زيت بصل المشروم، دي اهم حاجه على فكره في شويه الصوص دول لو هنعمل نجرسكو كمان. المشروم لازم يتشوح ويدي اللون البراون اللي انت شايفاه ده. بص اللون ده، ده اللون اللي تاكلي منه احلى صوص. تمام كده. بعد كده احط معلقه دقيق صغيره قوي لان انا حاطط كريمه.
لو هنحط لبن هنضيف شويه معلقه دقيق كمان، معلقه صغيره جدا من الدقيق. بعد كده عندي كريمه الطهي، جبنه كريمي تخلي طعم الصوص ده وهمي. وبعد كده ايه شويه شوربه من اللي انا سلقت فيهم الفراخ. يا عيني على الجمال. نقلب الخلطه دي كلها مع بعضها وسيب عندي الصوص ده عندي ايه يتقل على النار. تمام. بعد ما يتقل، بص يا عم حمدي، جبت الايه الفراخ، البهارات اللي انا حطيت عليها تحس ان هي طالعه متحمره، يعني تحس ان انا محمرها ونزلتها. هي مش متحمره على فكره، هي مسلوقه، بس البهارات اللي انا مديها عليها مديها طعم حلو قوي. دي الفراخ اللي احنا عملناها قدامك ولفيناها وبدانا احنا سقطناها ربع ساعه، وبعد كده تاخد خمس دقائق مع الصوص هنا وزي الفل. هنقدم الاثنين مع بعضهم. نعمل ايه بقى دلوقتي؟ ننزل يا باشا ايه، ندحرج الايه كله جوه الصوص. شغل عالي. طيب ايه تاني معانا بقى؟ الصوص الكبه بتاعتنا. هجيب البايركس اللي انا هقدم فيه. ادي الفراخ بتاعتنا يا باشا. تمام. هم واخدين عليها الصوص من فوق. أنا والشفرة. تمام. ننظف واظبط، ودي حاجتي اللي احنا طلعناها. اقفل ديت.